نبدأ بخبر يتعلق بانخفاض الفاتورة الطاقية بالمغرب. يعني ويتعلق الأمر بالإحصائيات الأخيرة التي نشر مكتب الصرف وتضمنت مجموعة من المعطيات أهمها انخفاض الفاتورة الطاقية. أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب سجلت تراجعا بنسبة 29.9% فيما تم شهر يوليوز 2016، وعزا المكتب في إحصائياته الأخيرة هذا التراجع إلى انخفاض التزود بغاز النفط وهيدروكربونات أخرى ب 24.5% وزيت الغازوال وزيت الفيول ب 6.6%. وكذلك أشار المكتب إلى تراجع مقتنيات الزيت الخام للنفط مسجلا أنه على الرغم من تراجع المنتجات الطاقية فقد ارتفعت الواردات بنسبة 4.8%.